وعادة ما يتجمع اليوم هنا يعني في هذا المكان في الميناء، ولكن اليوم تم غلق هذه الشوارع خوفا من أن تتجاوز الأحداث حدودها الرياضية والمنطقية، لأن النتيجة لم تكن في صالح المنتخب الجزائري. عادة لما تكون الجزائر هي الفائزة يسمح لهؤلاء المشجعين بالوصول إلى هنا للتعبير عن فرحتهم، أما بعد النتيجة هذه أمام المنتخب المصري والخسارة برباعية نظيفة فكان رجال الأمن متخوفون جدا من أن يشيط المناصرون غضبا ويصبون جم غضبهم على السيارات المتواجدة هنا وأيضا بلدية مرسيليا القريبة من هنا أيضا، ولذلك فالشرطة أرادت التحفظ أفضل. بالفعل هشام، قبل المباراة كانت هناك كما قلت سابقا في مداخلتي السابقة قوات أعداد هامة من قوات الأمن الفرنسية تمركزت هنا في جادة الشونزيليزي، وربما خشيتها كانت من توافد أعداد كبيرة من الجماهير الجزائرية هنا، مثل ما حدث في المباراة الماضية أمام الكوديفوار عندما ملأت الجماهير الجزائرية الجادة هنا وخاصة لارك دي تريومف. على أي حال هذه الليلة يبدو أنها باردة ولم تترك أيضا الجماهير الجزائرية كانت لها خيبة أمل كبيرة هنا ولم تظهر هنا بطبيعة الحال إلى الشوارع باريس. من الأمور ربما الجميلة هنا هشام وجود بعض الجماهير المصرية والجزائرية جنبا إلى جنب هنا معي، بعض الشباب العرب المهاجر هنا في فرنسا مع هذا الشاب من مصر. أنت اليوم فوز هام بالنسبة للمنتخب المصري؟ طبعا مستنينه، كلنا مستنين الماتش ده من زمان، وبقول للجزائريين هارد لك دي كورة. كيف تابعت المباراة اليوم؟ والله كانت المقابلة بأحسن بتقنياتها وبأحسن وجوه اللعبة الجزائرية، وقد لعبوا يعني مقابلة فوق المستوى، وقد نتأثر بهذه الخسارة نوعا ما، لكن في اللب فهي تصحيح بعض النقاط لمدربنا الشيخ رابح سعدان، قد يصحح هذه الأخطاء في مونديال إن شاء الله. فوز مستحق كان لمصر؟ في الحقيقة فوز مستحق لمصر، ونهنئ مصر الذي يمثل الفريق العربي الوحيد الذي يصل للنهائي إن شاء الله، ونتكل عليهم أن ينزعوا الكأس إفريقيا لدولة عربية وهي مصر، وكذلك نتمنى للفريق الجزائري أن يتوج بالمرتبة الثالثة على نظيره النيجيري.